يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن بعض الاكزامبلز بالنسبه للكلاس دايجرام. خليني بس قبل ما نبدا اكزامبل في حاجه بسيطه كنت عايز اقولها بالنسبه للكلاس دايجرام. بنشوفه ساعات في التعريف بتاع الكلاس دايجرام بيبقى شكله عامل بالشكل ده، بيكون هو عباره عن مستطيل ومقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني منه بيبقى فيه الكلاس نيم، يعني هنا كده بيبقى فيه النيم بتاع الكلاس، وبعدين الجزء التاني ده بيسموه الاتريبيوت، والجزء التالت ده بيسموه الاوبريشن. بيبقى فيه الاوبريشن الاتريبيوتس دي بالظبط في الـ يعني هي الفاريبل، يعني ممكن تلاقيها في الـ في الـ في السي في سي بيسموها فاريبل، في الجافا بيسموها ممبرز، اللي هي عبارة عن البارامتر اللي احنا بنستخدمها في البرنامج. الاوبريشن دي اللي هي الفانكشن او الميثود، برضه نفس القضية. فانكشن في السي بيسموها فانكشن، وفي الجافا بيسموها ميثود. في حاجة برضو أخيرة بالنسبة للشكل، بيبقى في تلات علامات بيستخدموها، ماينس وبلس والهاش. الماينس دي بيستخدموها في البرايفت لما يبقى برايفت فاريبل، والبلس بيستخدموها في البابليك، والهاش بيستخدموها في البروتكتد. فعشان لما نشوف في الأمثلة بعد كده الأشكال دي اللي هي الماينس والبلس والهاش نبقى عارفين معناها ايه. فخلينا نبص على مثال سريع بالنسبة للكلاس دايجرام. ده مثلا مثال عن سكول مثلا. هي عبارة عن كانت بتبقى زي exercises، بناخد الحاجات دي بشكل غير مرتب مثلا، ونبتدي احنا نرتبها ونعمل منها كلاس دايجرام. فمثلا لو تخيلنا مثلا سكول هنا، ممكن يكون في علاقة هنا composition، اللي هي كل سكول فيها ميني بلاي جراوند، اللي هي زي مكان يتلعب فيه، فيها ممكن يكون فيها كافيتيريا، ممكن يكون فيها ريست روم، ممكن يكون فيها كلاس روم، فصل دراسي، سكول بورد، اللوحة اللي بيكتب عليها مثلا المعلومات عن المدرسة، اللي بيكتب في اللوحة دي البرنسبلز اللي هو زي المدير المدرسة. الكلاس روم ده ممكن يكون متقسمة لدور، يبقى ليها باب وليها وجواها فيها ديسكس. الديسك ممكن يكون قدامه في تشير، عليه بوكس، عليه مسطرة، في كمبيوتر. البلاي جراوند ممكن يبقى فيها سوينج اللي هي مرجحة يعني. فده مثلا شكل سريع للكلاس دايجرام. ده نوع من ده مثلا عملنا للسكول مثلا فيري يعني شكل او موديل فيري كويكلي يعني بشكل سريع. لو جينا بصينا لمثال تاني مثلا، ده مثال كان لكاسل او قلعة، ففيها مثلا الكاسل فيها اشخاص. الاشخاص ده ممكن يبقى كوك، ليدي، لورد، السيد والسيدة، والشخص اللي ممكن يطبخ الاكل، موت اللي هو الخندق، ممكن يكون فيها درو بريدج اللي هو الجسر المائي مثلا. لو هي مثلا القلعة دي موجودة في وسط جزيرة مثلا، فيها تاور، فيها برج للمراقبة، فيها والتاور ده جواه مثلا ممكن يكون فيها سلالم، وبعدين يعني ديت في ممكن يكون في جوست ممكن، وبعدين ممكن يكون في فلاور. دي يعني دي كانت الكلمات اللي كانت جاية جوه الاكسرسايز، وكان لازم نرتبها بشكل اللي احنا نعمل منها كلاس دايجرام. انا اللي شفت ساعتها ان التاور مثلا ممكن يكون فيه مجموعه من الجوست، لان الجوست كانت كلمه من الكلمات اللي لازم نستخدمها. التاور فيه مجموعه من الستيرز، وبعدين ما كده هي الفلور نفسه، كل دور ممكن يبقى فيه كوريدور، ممر، ممكن يكون فيه عدد من الاوض، والاوض او ممكن كمان الفلور نفسه ممكن يكون فيه دانجن اللي هو مثلا زنزانه، زي ما بنشوف في الافلام بتاعت زمان. بنلاقي بعض الحاجات دي موجودة، وبعدين بعد كده كل الحاجات دي ممكن بيبقى فيها بقى فيها ويندو، فيها شباك، وفيها ستون، فيها حجر بتتبنى، الروم مثلا بتتبنى من حجر، وهكذا.
فده ده شكل الموديل بتاع الكاسل. فده مثال مثلا لكلاس دايجرام. في مثلا مثال تاني هنا ده الحاجات تبع الكمبيوتر سيستم كلها اللي هي بروجرام فانكشن، الفانكشن جواها اكسبريشن وفيها فاريبل وكونستنت، فيها argument list، فيها operator، والoperator فيه ممكن يبقى arithmetic operator، فيه relationship operator، وكل الكلام ده ممكن يبقى فيها term وفيها factors. فده شكل البرنامج، مكونات البرنامج كلها. يعني فيه دالة، فيه الoperator زي plus والminus، زي العلامات، expression اللي هو regular expression زي ما نشوف بعد كده، في متغيرات، في ثوابت، وهكذا. ده شكل البرنامج وليكن. خلينا نبص على مثال تاني. لو جينا بصينا مثلا على درايف الهارد ديسك مثلا نفسه، بيبقى هو عبارة عن ممكن يكون ديسك وفي سيكتور وفي تراك. فده ممكن كل واحد يبقى الدرايف يبقى فيه كذا ديسك، والديسك يبقى فيه كذا سيكتور، او ممكن يبقى فيه كذا تراك. وبعدين بعد كده الفايل سيستم، ممكن يكون فيه دايركتري، مجموعه من الدايركتري، او فوش دايركتري، ممكن يكون فيه فايل بس، والفايل لي فايل اكستنشن، او ممكن يكون لي فايل نيم، وال ده الاكستنشن ممكن تبقى دايركتري، او ممكن تبقى اكسكيوتابل فايل او اسكي فايل. فده بعض الامثله بالنسبه للكلاس دايجرام. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.